برنوليز إكويشن، معادلة برنولي. معادلة برنولي هي عبارة عن معادلة حفظ الطاقة للسوائل. كيف راح يتعامل معها؟ بما أنه أخذنا إحنا conservation of energy فالتعامل معها راح يكون سهل. هلأ consider an incompressible. إحنا شو شفنا في السلايد السابق؟ incompressible شو معناها؟ أنه كثافته ثابتة ما راح تتغير. إذن consider an incompressible fluid flowing through a tube from left to right as shown below. لنأخذ الآن من يسار اليمين، بس يختلف هون. طلع هلأ هذا له vertical زي اللي شفناه ولا هو horizontal، فصار عندي زي معادلة حفظ الطاقة. هلأ بدي ربط لنا ما بين مين ومين. طلع عندك هاي المنطقة مثلا فيها A1 وهاي المنطقة فيها A2، بس معادلة برنولي راح تربط بأشياء ثانية. شو هي معادلة برنولي؟ برنولي's equation is given by، راح تربط لنا التالي. P1 الضغط، هلأ دخلنا الضغط على الموضوع في الموقع الأول، و V1 اللي هي السرعة عند الموقع الأول، و Y1 اللي هو الارتفاع السائل عند Y1. إذن هذول هم اللي بدنا إياهم. لاحظ P1 الضغط في هاي المنطقة، والسرعة أيضا في الموقع الأول، والارتفاع للسائل في الموقع الأول. راح يربطوا مع مين؟ مع الضغط في الموقع الثاني P2، والسرعة في الموقع الثاني، وارتفاع السائل في الموقع الثاني. عشان هيك هاي المعادلة هي تمثل حفظ الطاقة بس للسوائل. كيف نقرأها؟ P1 الضغط في الموقع الأول plus 1 half rho. انتبه كنتم زمان تكتبوا نص mv squared conservation of energy، هون بدل m صارت rho، راح تشوف بعدين ليش rho. 1 half rho v1 squared plus rho g y1، هاي الكمية ثابتة، وبالتالي على طول على الطرف الآخر بس بتغير، بدل ما هو P1 شو بصير؟ P2 plus 1 half rho V2 squared plus rho GY2. هاي هي برنوليز equation. هلأ الإثبات، هذا أقصر إثبات ممكن تحصل عليه لمعادلة برنولي. غالبا اشتقاق معادلة برنولي بياخذ محاضرة كاملة، فهذا لا، لو بدنا نشتقها هون رح ياخذ معنا أقل من 10 دقائق، بس ما في داعي نشتق المعادلة. هلا الاشتقاق مش مطلوب، اللي عنده وقت بحب يقرأه كويس راح يكون مفيد. معادلة، نعم، هاي معادلة برنولي. نعم. Example: If the water is pumped at a speed of 0.5 meters per second through a vertical pipe. هلا أعطاني vertical pipe، هذا شو بده يكون؟ عمودي. Under a pressure of 3 atmospheric، أعطاني الضغط، إذا أعطاني السرعة وأعطاني الضغط. هلأ شو بحكي لي؟ What will be the pressure of the water 5 meters above؟ بدنا ضغط هذا الماء على ارتفاع 5 متر أعلى من هاي النقطة. If the flow speed is 1.2 meters per second، وسرعة التدفق هي 1.2 بالعشرة متر لكل ثانية. And the density of water، وأعطانا طبعا كثافة الماء. خلينا نمشي فيه step by step. هلأ حكينا if the water is pumped at a speed of 0.5 meters per second through a vertical pipe، إذن هذا عندي هذا عمودي، واللي أعطاني إياه هو الآن السرعة V1 اللي هي 0.5 meters per second، وأعطاني the pressure كمان under a pressure of 3 atmospheric. إذن صار عندي V1 P1. هلأ what will be the pressure of the water 5 meters above، إذن إحنا صار اهتمامنا بالنقطة اللي على ارتفاع كم؟ 5 أمتار. هيك هاي اللي بدنا نحسبه إحنا اللي هو P2، وشو أعطانا؟ أعطانا الارتفاع 5 meters. إذن Y initial شو بختارها؟ صفر أو Y1، وY final شو بتكون؟ أو Y2 اللي هي 5 meters. هلا طبعا الرموز اللي استخدمناها هون، اذا انت متعود على اي انيشال واي فاينل زي ما استخدمنا بالكونزرفيشن اوف انرجي كمان بصير نفس الشيء. طيب هلا شو اعطاني؟ اها if the flow speed is 1.2 meters per second، اذا هون اعطاني السرعه الثانيه اللي هي 1.2 بالعشرة متر لكل ثانيه، وشو اعطانا كمان؟ the density of water is 1000 kilogram. هلا اطلع المعلومات اللي عندك، هو اعطاك فعلا ما
من برنولي انت عندك 6 متغيرات صح، اعطاك 5، فاذا ضل كم مجهول؟ 1. برنوليز ايكويشن اتذكر المعادله شو هي، عندي 5 من 6 هون بدك تعوض، سبستيوت ذا نمبرز، عندك مجهول 1. هلا هون استخدموا الكالكوليترز وتجيب الكالكوليتر تبعك معك على الامتحان، ما تستعير كالكوليتر من حدا ثاني، بدك تعود على الارقام وتاكد ان الاجابه راح تطلع معك 2.5 times 10 to power 5 pascals. Example: water is pressurized to 3.5 times 10 to power 5 pascals. اذا اعطاني اول شيء ضغطه. Is flowing at 5 meters per second. الان بيتدفق بسرعه 5 متر لكل ثانيه. In a wide section area A1. حكى لي في مساحة واسعة أو كبيرة، ما أعطاني قيمتها بس A1. Of a horizontal pipe. هلأ كمان معلومة مهمة أنه هذا horizontal، لما يكون horizontal الارتفاع Y1 و Y2 شو بدهم يكونوا؟ تساويين، خلصنا منهم مش محتاجينهم. طيب If its area is reduced to 1 over 3 its former area. إذن المساحة الجديدة أصبحت مساوية المساحة القديمة مقسومة على 3، تمام. What is the pressure of water in the narrower section؟ إذا الآن طلب مني الضغط وين؟ في المنطقة اللي مساحتها أقل. If the density of water is 1000 kilogram per meter cube. خلينا نرجع له خطوة خطوة. Solution. هلا حكالي water is pressurized to 3.5 times 10 to power 5 pascal. أعطاني P1 is flowing at 5 meters per second. هلا أعطاني هون مين؟ السرعة V1. بعدين in a wide section area A1 ما حكى لي كم قيمتها، بس إنها A1. Of a horizontal pipe. هذا أفقي، إذا حكينا بنستفيد منه إنه ال Y1 وال Y2 هذول ارتفاع السائل ما راح يتغير، هذا horizontal. بالضبط دلتا واي ايكوال زيرو، او ممكن تعتبرهم اثنين بيساوي صفر، تاخذ ارتفاع على مستوى زي ما بدك. هلا if its area is reduced to 1 over 3 its former area، اذا A2 جديده شو بدها تساوي؟ 1 على 3 A1. ايوه A1 على 3، هاي A2 بتساوي A1 over A3. هلا شو حاكي لنا كمان؟ What is the pressure of water in the narrower section؟ إذا هو بده يعني يوجد P2. أعطانا الرو. If the density of water is 1000 kilogram per meter cube. بس نتطلع عليهم هلا. شو مجهول، كم مجهول عندي بالجهة الثانية؟ 2. الفيلوسيتي اللي هي V2 مجهولة. والP2. هلا احنا V2 ممكن نحسبها مباشرة، مين بحكي لي كيف؟ 15. ايوه اللي هي الايكويشن اوف كونتينيوتي اللي بلشنا فيها بدايه المحاضره، فاذا نقدر نحسب الفي 2 من الايكويشن اوف كونتينيوتي. طيب هلا خلينا نبدا فيه من برنوليز ايكويشن، نكتب المعادله. اول شيء واي 1 وواي 2 شو مالهم؟ بانه هوريزونتال، واي 1 بتساوي واي 2 بعتبرها صفر، هيك صفى عنا كم مجهول؟ 4 مجاهيل. خلينا نحكي بالمعادلة، هم أعطينا 2 وظل في عنا 2. بالنسبة ل V2 كيف ممكن نحسبها؟ نستخدم the equation of continuity اللي شو بتحكي لنا؟ A1 V1 بيساوي A2 V2. عوض هلا A2 ما هي A1 على 3، طلع هون إنه A1 بتروح مع A1 إذا مش محتاجين نعرفها، وبالتالي V2 بتساوي 3 V1 اللي عبارة عن 15. خلص هلا بنرجع المعادلة وبنعوض، طلعنا مجهول واحد اللي هو مين؟ اللي هو P2. هيك هلا على الكالكوليتر تأكد انك تحصل على الإجابة، والإجابة 2.5 times 10 to power 5 pascals.